مساء الخير، مساء النور، مساء النشاط ومساء الحيوية، مساء الكفاح اللي دايما عنوان النجاح، مساء الورد على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الحياة كفاح. في البداية أحب أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم بخير وطيبين، كل سنة وأنتم بأمن وأمان، كل سنة وإحنا في استقرار، كل سنة وإحنا مع بعض بمناسبة المولد النبوي الشريف. عداه الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. حلقتي النهاردة مختلفة متميزة في كل حاجة. في البداية كده أول معانا فقرات كتيرة، بس أول فقرة أنا والكاراتيه. في البداية أحب أرحب بكابتن محمد ممدوح الحكم والخبير الدولي في رياضة الكاراتيه. أهلا وسهلا، نورتني وشرفتني في الحقيقة النهاردة يا كابتن. الشرف لي يا فندم، وإن شاء الله برنامج ناجح بإذن الله. إن شاء الله. في البداية عرفت بحضرتك أكتر. محمد ممدوح محمد، حكم دولي في رياضة الكاراتيه التقليدي وجنرال موحد وحكم سابق في كاراتيه الرياضي ومعلم خبير لغة عربية مدرسة الثانوية بنات القديمة. ده حضرتك متعدد المواهب. الحمد لله، يعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. رياضة الكاراتيه يعني هي بتيجي مثلا في المرتبة الثانية بعد كرة القدم في مصر. طلعت شعبية جدا. هي شعبية جدا. حضرتك كلمني عنها أكتر. الكاراتيه رياضة جميلة جدا، ليها فوائد عديدة، وبعدين هي يعني مش بس مجرد رياضة عادية، ده هي تربية. يعني مثلا عندنا في الكاراتيه التقليدي بعض المبادئ اللي بتربي الطفل وبتربي النشأ. يعني مثلا تبص الأول الطفل أول ما بيخش بيتعلم المبادئ الكاراتيه التقليدي، يبحث عن تهذيب الخلق، كن قويا، كن وفيا، تملك نفسك عند الغضب. فبيربي عنده من البداية من الصغر إن هو إزاي، يعني بيربي حياته، يعني مش بس أسلوبه في مع المدرب أو مع الخصم أو لا، ده حياته كلها بينظمها على هذا الأساس. أسلوب حياة. بالظبط، هو يعتبر اسلوب حياه، لانه بيربي الطفل على اشياء جميله جدا، على قيم واخلاق، وبيبقى ناجح في حياته حتى العاديه الخارجيه الدراسيه وغير والعمليه لاحقا. بس الكاراتيه هو اللي اسسه، يعني هو اللي رباه على هذه الاسس. طب حضرتك بدات امتى كاراتيه؟ من كام سنه تقريبا؟ كان عندك قد ايه؟ انا بدات في الثمانينات وكان عندي حوالي 12 13 سنه. بس انا بحب الاول يعني اوجه الشكر والتقدير والاحترام للوالد، لان هو يعني ما وصل اليه انا هو لي الفضل فيه، يعني والدي رحمه الله. فانا رمز للحب والحنان والعطف والتسامح، ربنا يبارك لنا فيه. واحنا كمان بنوجه له تحيه لوالد حضرتك. الله يبارك فيك. فطبعا بدات وانا صغير، في البدايه بدات كره قدم يعني، ولكن جيت في يوم النادي لقيت الناس بيلعبوا كاراتيه، فانبهرت بشكل غير طبيعي بيه يعني، وشديت شد قوي جدا. وبعد ما دخلت الكاراتيه بدات يعني حبي وشغفي ليه اكتر. رياضه الكاراتيه بتعلم التنظيم في التفكير، يعني شغفك اكتر ان تبقى كابتن مثلا مدرب، وبعد كده تبقى حكم دولي ومختبر دولي. هو لا، هو في البدايه ما اكتفيتش ان انت تبقى مثلا لاعب كاراتيه. في البدايه بيبقى الواحد نفسه مثلا يبقى الاول على محافظته، يخش منتخب مصر، يمثل بلده، بيبقى شرف ما بعده شرف. بعد كده بتاتي الاحلام الاخرى كمدير فني في نادي او كحكم دولي في مكان، يبقى يعني دي احلام بعد ايه ما وفي نهايه مشواره كلاعب بيبدا يفكر في ازاي يكمل يعني في اللعبه في هذا المجال يعني. طب ممكن تقول لي حضرتك كده تقريبا شاركت في كم بطوله عالم؟ هو الحمد لله انا كنت حكم رياضي الاول لغايه سنه 2007، وبعدين رحت السعوديه قعدت حوالي 3 سنين اتمرنت في نادي الصفا الرياضي في الدمام ونادي الاهلي السعودي في جده. وبعد ما رجعت من هناك بدات ايه يعني اقلب من كاراتيه رياضي الى كاراتيه تقليدي، وبدات في تاسيس منطقه محافظه بني سويف عندنا، وتقريبا يعني اسست الكاراتيه التقليدي عندنا في بني سويف. وبعد كده اشتهمت في تاسيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، وكنت من اول 5 حكام دوليين في مصر في الكاراتيه التقليدي. واول بطوله يعني عالميه واجهتنا هي بطوله العالم هنا في القاهره سنه 2014. كان لي الشرف يعني في التواجد فيها بقياده سنس المرحوم اللي هو مؤسس الكاراتيه التقليدي، وحاليا هو رئيس الاتحاد معالي المستشار رامي المكاوي، شخصيه محترمه جدا ومحبوبه جدا للجميع يعني. وبعد كده يعني في البطوله دي طبعا كان حدث جميل جدا، وكانت ايامها يعني مصر محط انظار العالم، فلقيت صدى كبير جدا البطوله دي في 2014. طب حضرتك قلت لي ان حضرتك كنت كاراتيه رياضي. ايوه يا فندم. وبعدين حضرتك بقيت كاراتيه تقليدي. بالتمام يا فندم. ايه الفرق بين الكاراتيه الرياضي والكاراتيه التقليدي؟
خلينا الاول نتفق ان الفرق بين اي حاجه ولعبه ولا لعبه هو القانون. يعني مثلا لو انا قلت مثلا انا معايا كره عاديه، لو انا مثلا بلعبها بشكل زي كره الطايره او بلعبها بيدي ككره يد او بلعبها بالقدم زي كره ككره قدم، كل هي كره، ولكن كل لعبه فيهم لها قانون خاص بيها، وبالتالي فاصبح صحيح. خاص بيها. كذلك الكاراتيه، هي الكاراتيه التقليدي له قانونه وله اساليبه وله مسابقاته، والكاراتيه الرياضي له قانونه ومسابقاته ومنافساته. يعني احنا عندنا في الكاراتيه التقليدي مثلا في 5 مسابقات، في الكاراتيه الرياضي في مسابقتين. احنا عندنا في الكاراتيه التقليدي كاتا وكوموتي وفوكوجو وكوجو وامبو، والامبو ده بينقسم لامبو ميكس وامبو ده في التقليدي، ده في التقليدي يعني 5 مسابقات، لكن في الكاراتيه الرياضي الرياضي الكاتا والكوموتي مسابقتين. الكاراتيه التقليدي هو اصل الكاراتيه، يعني اللي هو اللي اتخرج منه الصوره الاصليه للكاراتيه، اللي اتخرجت منه الفروع الاخرى الرياضي والكونتاكت والكونغ فو يعني، هو بس كان هو الاصل هو الكاراتيه التقليدي اللي ظهر في اليابان يعني. تمام. بعد كده انتقلت لبطوله الاتحاد الجنرال وحضرت معاهم بطوله عالم في الغردقه، وبعد كده حضرت برضه بطوله عالم للرياضي في جورجيا، دي اخر بطوله عالم حضرتها يعني. تمام. طب بحضرتك لاحظت مثلا او كلنا بنلاحظ ان الكاراتيه بيبقى في الصيف نشاط والناس موجوده واولياء الامور بيودوا ولادهم، لكن في الشتاء اللي هي الدراسه لا مفيش، يعني مثلا الكاراتيه في الاجازه بس. فحضرتك تقول لهم ايه؟ طبعا ده يعني بترجع لاسلوب البيت واسلوب تربيه الطفل او الولد. بيقول انا في الصيف الولد مثلا مش مهتم، ما بيروحش مدرسه، ما عندوش دروس، ما عندوش واجبات، فبيبقى عنده طاقه. الاب والام بيفكروا ان هو يفرغوا طاقته ازاي، فبيوجهوه للايه؟ للرياضه بشكل عام يعني. وبعد كده الرياضه لو كان هو شخص يعني او طفل يميل للعنف شويه او يميل طبعا زي احنا عارفين الاطفال والبرامج والكرتون اللي بيفرجوه فيه شيء من المنف والمنافسه، فهو بقى بيوديه هو الطفل بطبيعته عنده طاقه وحركه، فبيوديه للكاراتيه، بيدربه كاراتيه، بيبدا يفرغ طاقته. طبعا في الكاراتيه بيبدا بقى يتعلم ازاي يتحكم في طاقته، ازاي يتحكم في ضرباته، ازاي يقوي نفسه. تمام. فحتى بتساعده بالمناسبه في المذاكره، يعني حتى التنظيم في اللعبه او التسلسل في التعليم. يعني ممكن نقول مثلا ده خطا عند بعض اولياء الامور ان الولد او البنت طبعًا تروح مثلا الكاراتيه في الصيف لكن في الشتاء ما بتروحش. لا، المفروض ان هو الولد يستمر صيف وشتاء، بحيث ان هو ينظم وقته ما بين التمرين وما بين المذاكره وما بين اللعب. تمام. لان الرياضه بتساعد على جدا، التركيز، وبالذات لعبه الكاراتيه، يعني لعبه الكاراتيه بصفه خاصه يعني العقل السليم في الجسم السليم. اكيد يا اكيد يا فندم اكيد، بس هو لعبه الكاراتيه بصفه خاصه بتساعد على الاستذكار، لان هي نفسها منظمه يعني في حفظ الكتات والحركات والاداء. هي نفسها منظمه، فبتعلم بتدرب عقله على التنظيم، فيقدر ينظم دروس ويقدر وكمان ينظم على الحفظ واجباته. مثلا زي الكاتا كل حاجه يحفظ، بيتنمي عنده سن كل صغير بيبقى حافظ مثلا كذا كاتا، بتنمي المهارات الذهنيه قبل المهارات البدنيه والمهارات العضليه. يعني هو بيبدا حتى هو في نفسه كده قبل ما بيبدا يلعب الكاتا، قبل ما بيبدا يتصور حركاتها واتجاهاتها قبل ما ينفذها بدنيا وجسديا، بيحضر نفسه زي اليوجا كده تقريبا. طيب حضرتك التغذيه بقى، في مثلا لاعب الكاراتيه حضرتك مثلا ما تنصحه دلوقتي باكل معين؟ هو التغذية بصفة عامة زيها زي أي رياضة، يعني احنا في بتختلف من سن للتاني، يعني مثلا الأطفال والناشئين من تحت بنعتمد أكتر على الكالسيوم، بنعتمد أكتر على البروتينات، بنعتمد على الحاجات اللي بتدي طاقة، ولما بيكبر ما يبقاش في إفراط في البروتينات والحاجات دي، بيبدأ ينظم نفسه. وهو صغير بيعتمد على بيض، لبن، خضروات، فواكه بكميات كبيرة، لما بيكبر يبدأ يقلل من حاجات معينة وينظم أكلته حسب تقبل جسده للحاجات. تمام. دي يعني مثلا لو عنده إفراط في حاجة معينة لا يقلل منها مع استمراره في ممارسة الرياضة، وبعدين تديله طاقة أثناء التدريب أو أثناء العمل. تمام. طب أنا دلوقتي ممكن أودي ابني أو بنتي من سن كام لعبة الكاراتيه؟ معاكي من سن 4 سنوات او 5 سنوات يقدر يستوعب؟ لو 4 سنين او 5 سنين على الاقل بيبدا يعني يعرف ازاي يفرغ طاقته، يعني انا اعمل الحركه دي وازاي ان انا احترم الخصم، لان طبعا عندنا رياضه الكاراتيه كالرياضات اليابانيه القديمه يعني مقتبسه من الشعب الياباني، قايمه على احترام الشخص اللي امامك، قايمه على احترام حتى العدو اثناء المنافسه يعني. فهو بيبدا يعني يتحكم في اعصابه، يتحكم في طاقته، يبدا يحترم المنافس امامه قبل ما يبدا مثلا مباراه من المباريات.
طيب انا كنت سعيده النهارده بحضرتك يا كابتن محمد، انا اسعد يا فندم، ونورتني وشرفتني في الحياه كفاح. الله يبارك فيك، وان شاء الله برنامج ناجح باذن الله. اللهم امين. الله شكرا يبارك لحضرتك فيك. يا كابتن. شكرا يا فندم، الله يبارك فيك. هنعرف بعد، هنطلع فاصل دلوقتي، وبعد الفاصل هنعرف سائق توك توك عايز يعيش بالحلال، وبيقول اريد ان احيا حياه كريما انا واولادي. هنعرف ازاي بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، برحب بالساده المشاهدين مره اخرى، وقلت لكم الفقره دي اسمها اريد ان احيا حياه كريما انا واولادي، وهنعرف ازاي مع استاذ محمد. شرفتني ونورتني يا استاذ محمد النهارده في وجودك الحياه استاذ، كفاح. وجودك استاذ. الموضوع عايز اعيش بالحلال وعايز احيا حياه كريمه انا واولادي. الموضوع اللي انا حضرتك سواق توك توك، تمام. الاول هعرفك بنفسي، محمد عبد الجواد حسن، ومعايا اسره، متجوز ومخلف، معايا 3 اطفال، ومعايا توك توك شغال بيه. تمام. التوك توك ده الضرايب بتاعته والتامينات بتاعته 3000 جنيه، عشان ارخص 4000 جنيه. حلو؟ انا ظروفي على قدي، قاعد تمام. بشقه بالايجار، معايا 3 اطفال، ملزوم من اكل وشرب والمصاريف لغاز ونور وميه لكل حاجه. حلو؟ رحت ارخص 9000 جنيه. طب 9000 جنيه انا اجيبها منين غير المرور؟ ليه 9000 جنيه؟ السنه ب 3000 جنيه. وانا مكسور عليها 3 سنين. طيب ما لجأتش مثلا لجمعيه، ما لجأتش لجأت مثلا لحد ممكن تاخد لجميع، منه بصي كل حاجه، المبلغ ده عشان تقدر ما تسدد؟ حدش غير كده. كنت عامل كارد، كانت المدام بتاعتي كانت بتوضع وكانت حامل وجت عملت عمليه كبيره، تمام. وعملت كارد وعملتها في مستشفى الجامعه في بني سويف، بس شالت فيها ايه، عمليه جامده يعني، شالت فيها الراحه، شفاه الله وعافيه. فاضطريت ان انا فلوس الكارد جبت بيها ايه، دم، واشتريت دم وعملته، خلصت كنت اللي كنت ارخص بيها. تمام. فاصبح لفيت على مسؤولين كتير ورحت لناس كتير، حد يتكلم معايا مفيش حد طب مستجاب لي، والجمعيات الخيريه مثلا؟ مفيش حد يقول لك لا معلش اصل احنا بنساعد الارمله، بنساعد مش عارف ايه. طب اتوجهت مثلا لمين من المسؤولين قلت له على ظروفك دي؟ رحت الشؤون، رحت للشؤون، ورحت المحافظه، قالت لي ما عندناش، حاولتني على موظفين الشؤون تحت، ايه يا استاذ عملتوا معانا ايه طب في الموضوع بتاعي، قالت لي موضوعك مرفوض يا استاذ. مرفوض ليه؟ اهو ما عرفش تتكلم. يعني انت مطلوب منك دلوقتي 9000 جنيه 9000 جنيه عشان ترخص التوك توك؟ عشان ارخص التوك توك. التوك توك ده لو اتاخد اللي انت مني معكش منها دلوقتي كامل 9000، معاك معيش منها كام؟ منها 10 جنيه معكش منها 10 جنيه معيش منها 10 جنيه. لو قام التوك توك ده اتاخد مني في المرور ولو الظابط وقفنا يبقى من حقه يشوف الرخصه. تمام. لو اتاخد مني انا اكل منين انا وعيالي واسرتي؟ وادفع ايجار منين؟ طب ما حاول تشوف حل مع التامينات عشان تقدر ترخص، تقدر التامينات تمشي بالتوك توك بتاعك عادي من ماشي غير مثلا حد ما يعترضك من المرور او غيره. ادفع اللي عليك، ادفع اللي عليك. حاولت اقسط قال لك ما اديكش جواب ترخص بيه. طب امشي ازاي؟ اعيش ازاي انا وعيالي؟ طب ما رحتش مثلا لوزارة التضامن وكيل وكيلة الوزارة عندكم في بني سويف؟ لا ما رحتش. طب ما حبيتش مثلا في لقاء مفتوح لمحافظ بني سويف تقابل المحافظ وتعرض عليه مشكلتك؟ ما عرفتش اوصل. ما عرفتش توصل؟ ما عرفتش اوصل. وبناشد بقى وزارة وزارة التضامن؟ التضامن، محافظ بني سويف، يبص لي بنظرة رحمة وعطف ان انا عاوز افتح بيتي ومش عاوز بيتي يتشرد هو وعيالي. ان شاء الله صوتك يوصل من خلال برنامجنا الحياه كفاح، ومن خلال قناتنا الصحه والجمال، ان شاء الله صوتك مش يوصل. مش عاوز الجا لاي حد تاني غير ربنا ونعم ومحافظ بني بالله. سويف. يبص لي بس نظره عطف كده في التوك توك ده ارخصه، ده اللي انا طالبه من الحياه كلها، امشي بيتي واربي عيالي. زياده عن كده مش عاوز اي حاجه من اي حد. طب اي حد يحب يساعد استاذ محمد هو واسرته، مكونه من 5 افراد، هو ما هو كل ما يمتلكه من حطام الدنيا هو التوك توك ده. يعني هو ما عندوش حاجه تاني، يعني هو قاعد زايد عليا كارد بدفعه ب 1200 1170 بالظبط. هو دلوقتي مديون من ناحيه ومحتاج ان هو يمشي بتوك توك ده والتوك ويقدر. والتوك توك جايبه قسط،
يعني هو عليه كارد وعليه قسط توك توك اللي هو بياكل وبيشرب منه هو واولاده، معاه 3 اولاد غير زوجته، يعني 5 افراد بيحيوا من التوك توك ده. لا قدر الله لو التوك توك ده اتاخد منه لاي سبب من الاسباب او السبب القائم دلوقتي عشان التامينات وعشان الترخيص، هو ما هيقدرش لا ياكل ولا يشرب، ما هيقدرش يسكن، هيطرد من شقته، شقته ايجار. فاي حد يحب يساعد استاذ محمد، جمعيات، نواب، رجال اعمال، سيادة مجتمع، حد غير كده، حد من المسؤولين، ارقامنا موجوده والتواصل موجود على الشاشه دلوقتي، رقم التليفون وصفحه البرنامج موجودين على الشاشه دلوقتي. اي حد يحاول يساعد استاذ محمد ويحب يساعده احنا موجودين، يتواصل معانا واحنا هنوصله باستاذ محمد على طول. كمل حضرتك. بس انا خايف على عيالي، وخايف معايا عيال ومعايا بنات ومعايا، خايف عليهم من الدنيا. ما لو حد، لو قام التوك توك ده اتاخد خلاص انا اتشردت انا وعيالي. لا قدر الله، لا قدر حضرتك الله تحترم علشان حضرتك عايز تعيش بالحلال، حضرتك سواق توك توك تحترم. ماشي ماشي، بس عندنا بقى عاوزين ادفع اللي عليك، ولازم احنا ولازم ادفع احنا عليك. والمسؤولين ادفع والمجتمع عليك. لازم يساعدك ان انت تحيا بالحلال زي ما حضرتك عايز. انا معيش اللي ادفع اللي عليا، والتوك توك هو اللي بيوكلني ويشربني. ممكن اكسب في يوم 50 جنيه، ممكن 100 جنيه، ممكن ما اكسبش خالص، ممكن اروح صحيح من غير فلوس. على ده حسب رزق، الظروف. ده على حسب الرزق بتاع ربنا. كان في سؤال كمان، عملت ايه في جائحة كورونا؟ تعاملت معاها ازاي؟ الشغل كان عامل ازاي؟ والله ربنا اللي يعلم يا استاذه. بصي دي اتكسرت عليا اكتر واكتر، لدرجه صاحب التوك توك رفع عليا وصله ب 120 الف جنيه وهو ليه 10500، وخدت فيه سنتين. بس الحمد لله كتبت شيكات تاني وخلصت. قلت له اصبر عليا وهمشي لك الدنيا، بس الكورونا الدنيا تمشي تتفتح وهمشي لك. ما انت لو حبست مش هتستفاد مني حاجه. صحيح الراجل الناس اتدخلت ولاد الحلال وتنزل لي في القضيه، تمام ومعايا الورق بتاع القضيه وكل حاجه. والله جزا الله خيرا يعني على اللي عمله. وكويس، هو كتر خيره كتر خيره كتر خيره، لان انا كنت وانا هتحبس، انا بكرر تاني على سادة انا كنت هتحبس المشاهدين فيها. وكل اللي سمعنا دلوقتي، اللي حابب يساعد استاذ محمد، لانه فعلا اسره هتضيع لا قدر الله لو التوك توك ده ما ترخصش. يعني ده هو بياكل وبيشرب وبيسكن وبيحيا من التوك توك ده، ما عندوش اي مصدر رزق تاني. مفيش اي مصدر. المدام بتشتغل؟ لا، ربة منزل. ربة منزل عندها السكر وانا عندي سكر وعندي ضغط. شفاك الله وعافاك. الله يخليك. غير كده بنجيب علاج، والدنيا زي ما انت شايفه الدنيا واقفه. وبقول يا هتمشي رب ان شاء الله. هتمشي يا رب يا رب، انا عاوزها تمشي. بس انا خايف التوك توك ده لو اتاخد معايا ولادي دول هياكلوا منين؟ دول اطفال. صحيح. بس الاهل طالبه، مش طالب اي حاجه بالدنيا خالص غير ان ارخص التوك توك وادفع اللي عليا. زي كده مش عاوز اي حاجه من اي حد. لا ان شاء الله ترخص التوك توك بتاعك وان شاء الله تمشي بيه كده في اي حته، وده مصدر رزقك يعني، بس وربنا انا ما يعينك بتكلمش على عليه، اي حاجه، انا عاوز اسد التوك توك يعينك على واسد اللي شغلك عليا. ما ويعينك بقولش على لحد حياتك كلها. اي حاجه، انا عاوز اسد التوك توك وامشي سليم واوكل عيالي يقولوا ام حلال وخلاص على كده. مش عاوز ابص الاقي عيالي متشرده في الشارع زي ما بشوف عيال كتير. تمام. بس ان شاء الله ايمانكم ان شاء معايا الله سنه صوتك صغيرين. يوصل من خلال برنامجنا الحياه كفاح. انا بنشد كل شايفنا دلوقتي، كل اللي سمعنا، بنشد المسؤولين علشان خاطر استاذ محمد، زي ما قلنا لا يملك من حطام الدنيا غير التوك توك ده. التوك توك ده فاتح بيت. معلش يا استاذ محمد. الله يرحمك يا استاذ. فاتح بيت والاسره مكونه من 5 افراد، هيروحوا فين؟ ايوه كده هيروحوا الشارع لا قدر الله لو توك توك اتاخد منه، لو ما قدرش يرخص، لو زي ما بيقول كده اي ضابط مرور مثلا وقفه في الشارع. فاتمنى من الساده المشاهدين ان هم يساعدوا استاذ محمد، اتمنى من المسؤولين ان هم يستجيبوا ونقف جنبيه. يعني هو عايز يعيش بالحلال زي ما قال، يعني هو رافع شعار اصلا عايز يعيش بالحلال، فاحنا عايزين نتكاتف مع بعض. والمصريين معروفين يعني بشهامتهم وبمرؤتهم. انا بسال كل اللي دلوقتي اللي بيشاهدونا، كل اللي شايفيننا وسامعيننا، كل المسؤولين ان هم ما يتركوش استاذ محمد في المحنه اللي هو فيها والازمه اللي هو فيها، ان كلنا كده نقف جنبه ويا ريت كلنا نساعده. طب يا استاذ محمد عايز تقول حاجه تاني؟ قول كتر خيرك يا استاذه والله، يا لا ريت حد تحت يسمعني. امرك، الله وهو ده يخليكي. واجبنا الله يخليكي. صحافه او اعلام، لازم نوصل ربنا لصوت يكتر من المواطن امثالك يا رب، للمسؤولين او صوت ربنا يكتر من المواطن امثالك يا رب، للناس اللي قادره ان هي تساعده، يا ريت يعني زي الجمعيات، زي النواب، يا ريت زي رجال الاعمال، سيادة المجتمع،
كل اللي قادر يساعدك يا استاذ محمد احنا بنطلب منه دلوقتي على الهواء من خلال برنامجنا الحياه كفاح ان هو يساعدك. يا رب يا استاذه، هذا محمول على الله ونعم بالله، ودي احسن حاجه احنا كلنا على الله يعني. انا بشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، على وعد بلقاء متجدد في حلقه جديده من برنامجكم الحياه كفاح. السلام عليكم.